فبثت وسائل إعلام تركية صورة لإحدى السيارات التابعة للقنصلية السعودية وهي تدخل غابة بلغراد، حيث يعتقد بوجود أدلة أو أثار لجثة خاشقجي. ومعنا من اسطنبول مراسل الجزيرة عامر لافي. عامر، وقد تدل على تفاصيل هذه الجريمة وعلى مكان إخفاء جسد أو ما تبقى من جسد جمال خاشقجي. الشرطة التركية يعني ونقلا عن وسائل إعلام تركية يعني خصصت تقريبا حوالي 750 شخصا موظفا في الأمن التركي للعمل على هذه القضية، وخصوصا عدد كبير منهم لمتابعة التسجيلات كاميرات المراقبة. الشرطة التركية توفيق جمعت تقريبا أكثر من 140 تسجيلات لكاميرا في أكثر من 60 منطقة في مدينة اسطنبول، والحديث هنا عن تقريبا أكثر من 3000 ساعة تصوير تم تدقيقها ومتابعتها في محاولة لتتبع حركة فريق الإعدام الذي نفذ هذه الجريمة. وبالتالي ربما هذا يشير إلى حجم العمل الذي يجري هنا في محاولة للوصول إلى خيوط هذه القضية. بخصوص موضوع البئر، طبعا نحن علمنا مصادرنا في الادعاء العام بأن الشرطة التركية كانت قد حصلت على هذه العينة من البئر عندما قامت بتفتيش منزل القنصل في 16 و17 من الشهر الجاري، وليس حديثا، لكن هذه العينة موجودة إلى الآن في مختبرات الجنائية في مديرية أمن اسطنبول، وما زال تدقيقها مستمرا. لكن الذي جرى بعد ذلك هو أن الأمن التركي أراد أن يجري تفتيشا دقيقا للبئر، وهو ما لم يتمكن من فعله في المرة السابقة عندما منع من قبل السلطات السعودية، التي تحججت يومها بأن طاقم الدفاع المدني والإطفاء الذين جاءوا لسحب مياه هذا البئر كانوا لم تدرج أسماءهم في قائمة الذين سيقومون بالتفتيش، وبالتالي منعت الشرطة التركية ومنع الأمن التركي من إجراء تفتيش جنائيا دقيق. الآن عادت السلطات التركية وطلبت أن يتم هذا التفتيش، سمح لها، لكن الآن لا تنفيذ، والحديث عن انتظار للتنسيق مع الرياض من قبل المسؤولين هنا في القنصلية السعودية، ونحن نتابع هذا الموضوع بانتظار أن يبدأ التفتيش الدقيق كما قلنا. بخصوص طبعا السيارات التي سألت عنها، طبعا هي إلى الآن لم يتم العثور على السيارة التي قيل بأنها نقلت متاع أو حقيبة من السيارة التي كانت مركونة في أحد مواقف السيارات في مدينة اسطنبول واختفت بعد ذلك، لكن هناك معلومات بخصوص ما عثر عليه في السيارة التي كنا نتحدث عنها في الأيام السابقة، وعثر هناك على حقيبتين وجهاز لابتوب أو حاسوب محمول. هذه الحقيبتين اتضح أنهما الملحق أو ملحق في القنصلية السعودية في اسطنبول، وأن ما جرى هو أن سائق هذه السيارة قد أوصله إلى المطار ثم عاد وترك السيارة في هذا الموقف وغادر وترك هاتين الحقيبتين في السيارة. لماذا؟ هذا سؤال كبير. لماذا ترك حقائبه وغادر إلى السعودية؟ هل حدث هذا على عجل؟ هذا ما تحاول ربما الشرطة التركية أن تعرف، خصوصا أن هذا شخص غير مدرج اسمه في 15 شخصا الذين يوصفون بأنهم فريق الإعدام. شكرا لك عامر لافي، مراسل الجزيرة من اسطنبول. 24 يوما مرت منذ اغتيال الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي، وزهاء 3 أسابيع منذ إعلان السعودية أنه مات في شجار داخل قنصليتها. وبمرور الوقت طرح كثير من الأسئلة عن هذه الجريمة ومنفذيها، وما إذا كانوا قد تلقوا أوامر من جهة ما أو تصرفوا من تلقاء أنفسهم. لكن السؤال الأبرز الذي لا ينفك صداه يتردد هو أين الجثة؟ دورة الرئيس سعد، جالس يومين في السعودية، فأرجو ما تطلع إشاعات أنا مخطوف. في كامل حريتي. هي سلة لسان ربما، لكنها كاشفة، فولي العهد السعودي عمليا ينكر واقعة اختطاف سابقة تهم بها، وكان ضحيتها هذا الرجل، رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الذي قيل إنه ضرب وأهين حسب تقرير لوكالة رويترز بإشراف من سعود القحطاني المشتبه بتورطه في مقتل خاشقجي.
يعتبرها ولي العهد السعودي إشاعة فيضحك ويضحك المحيطون به، ولعله بهذه الذهنية لا سواها يدير بقية ملفاته وعلى العالم أن يصدق. تفعل الأمر نفسه مؤسسات في بلاده في تعاملها مع جريمة مقتل الصحفي السعودي البارز، فتقدم الرواية ثم تنقضها أو على الأقل تعدلها، من نفي الواقعة تماما في البداية إلى الاعتراف ولو على مضض بأنه مات ولم يقتل في شجار داخل القنصلية. المناقشات التي تمت بينه وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في القنصلية أو في قنصلية المملكة العربية السعودية في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مع المواطن جمال خاشقجي، مما أدى إلى وفاته رحمه الله. لكن هذه الرواية لم تصمد طويلا بعد توالي التسريبات التركية التي تشير بالأصبع إلى الجنات.